السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حضرت لكم فرض آخر من فروض سنة رابعة متوسطة، هو عبارة عن اختبار في الأخير. نقرأ النص من بعد نروح مباشرة للأسئلة. Algeria has many fascinating monuments. الجزائر عندها عدة مونيمنت ساحرة، عدة أماكن مونيمنتس أند لاند ماركس ساحرة. رنجن تتراوح from wonderful natures، من أماكن طبيعية جميلة natural geographical features، إلى ancient Roman ruins. إلى تتراوح بين هذه المناظر الطبيعية وكل شيء إلى مخلفات رومانية. However، مع ذلك، Algeria's great drought and undoubtedly the sand dunes of the Sahara Desert region. الجزائر greatest drought، الجزائر عندها توجه عظيم. Are undoubtedly على من دون شك the sand dunes، هي الكثبان الرملية of the Sahara Desert، في الصحراء تاع الجزائر. region هي ناحية. It is well worth، التي تستحق incorporating at least one trip، تستحق على الأقل رحلة واحدة into this area، في هذا المكان يعني في الصحراء. وراني this to experience، لتجرب all that it has to offer، باش تجرب كامل وش راح تمدلك، يعني تشوف كامل وش عندنا في الصحراء. Visitors، سواح، who plan to spend some time in the capital city of Algiers. Visitors who plan، اللي صمموا ولا ماشي صمموا، يعني داروا بلان باش يزوروا وقت معين في الكابيتال سيتي، في العاصمة، في الجزائر العاصمة. won't be disappointed، يعني ما راهمش راحين يندموا، ما راحش تجيهم خيبة أمل، ما يندموش. either this city، هذه المدينة، is home، هي منزل، to a number of striking mosques، هي مدينة لي وش يقولوا لي جامع مساجد رائعة مدهشة. and further landmarks، حتى landmarks، okay، أماكن سياحية. the best known being، الأكثر شيء معروف، its ancient قصبة، القصبة تاع الجزائر العاصمة، okay، هي أكثر شيء معروفة. which is situated، التي تقع on a hill، تقع في شغل في العلالي، في واحد التلة. It is an impressive sight، هي مكان مثير للإعجاب. This must visit for visit، هذه لازم يزورها السواح. To Algiers is made up of a collection of architecture، هذه القصبة فيها كاركيتكتور، معناتها طريقة بناء رائعة، مجموعة مختلفة، اوكي، including houses، فيها منازل، palaces، قصور، and mosques، ومساجد، many of which date back to the Ottoman period، تنتمي للعهد العثماني، as well as the Kachawa Mosque، مثل جمالها، جمالها مثل جمال، ولا روعتها مثل روعة مسجد كاتشاوا. built، تبنى، in the 18th century، في القرن الثامن عشر.
There are also plenty of narrow. Narrow alleys. Alleys معناتها الأزقة، معناتها الحومات. Narrow ضيقة، فيها بزاف حومات ضيقة. And picturesque. Picturesque وشنو؟ وراني picturesque houses، ومنازل رائعة. To admire، راح تعجبك. The قصبة، القصبة is divided، مقسومة into two areas، إلى كما نقولوا زوج جهات. The upper and the lower town، المدينة اللي جاية في العلالي، والمدينة اللي جاية لتحت. أوكي، المدينة العليا والمدينة السفلى نقدر نقوله. In 1992، 1992، the قصبة، القصبة was designed a UNESCO World Heritage Site. اليونسكو دارتها إرث عالمي. أوكي، إرث عالمي في سنة 1992. In addition، بالإضافة، little remains of the first capital of the Hammadid rulers، كانت هي بالإضافة العاصمة الأولى للخلافة الحمادية of the 12th century، اللي تاع القرن الحادي عشر. The surviving ruins، وش يقولوا البقايا اللي مازالت عايشة، of قلعة بني حم، القلعة بني حماد، بني حماد. Give visitors، تمد للسواح an opportunity، فرصة to get a glimpse، باش تعطي لهم فرصة باش يتحصلوا على لمحة into life in an ancient fortified city، تعطي لهم لمحة على هذه المدينة المحصنة القديمة. المحصنة هي fortified. It is situated، تقع in the northeast، في الشمال الشرقي of مسيلة، جاية في المسيلة. بني حماد فورت، كيف نقولوا قلعة بني حماد، stands، تقف على 20 متر tall، 20 meters tall. It was inscribed by UNESCO as a World Heritage Site in 1980. Okay، صنفتها اليونسكو بإرث عالمي 1980، على عكس وراهي على عكس القصبة في 1992. يعني شكون اللي قديمة؟ قلعة بني حماد هي أقدم. أوكي، نروح نشوفوا الأسئلة. أنا شرح لنا التكست، نروحوا الأسئلة. نبدأ بالتمرين الأول. I write، ولا write true false or not mentioned، حط true false ولا غير موجود. نبدأ. The text is about landmarks and monuments in Algeria. النص راهو يهضر على الأماكن السياحية والمعالم السياحية في الجزائر. هذه صحيحة، true. كتشاوا موسك is more famous than قلعة بني حمد. هنا قالوا لنا بلي واحد مشهور على واحد، نو no، ماهيش مذكورة في النص. اسكو كتشاوا مشهور ولا قلعة بني حمد مشهور؟ هنا نديرو not mentioned، غير مذكور. القلعة of بني حمد was built in the 13th century، قال لك راهي مبنية 13th century، في القرن الثالث عشر. نشوفو نتأكدو جل. نو no، راهي في 11th، 11 القرن الحادي عشر، يعني هذه فولس. اوكي، روحوا. قال لك is the قصبة a UNESCO World Heritage Site، قال لك اسكو القصبة داروها World Heritage Site؟ ايه، في 1992. هاي لك. So نقولوا الجواب راح يكون yes. وهنا كيف نديروا؟ ندوا الكلمة الأولى yes، والكلمة الثانية ندو الكلمة الأولى إيز، والكلمة الثانية ذا كاسابا، ونكملوا الجملة تاعنا ونكتبوا الجواب تاعنا. نقولوا يس ذا كاسابا، كاسابا إيز. تحب تختصر الكاسابا تقول إت، يس إت إيز. أوكي، في زوج صحاح. شوفوا السؤال الثاني. وير إيز القلعة of بني حماد located؟ هنا وش تدير؟ القلعة
of بني حماد is located in. وكمل الجواب تاعك من النص، لازم هكذا يكون الجواب تاعك. القلعة of بني حماد is located in، ورجع للنص تاعك وحوس عليها وين، in قلعة بني حماد. It is situated ولا it is located، نفس الشيء. It is situated in the northeast of Msila. Okay, it is. هنا طانا located، نستعمل located وش طانا. In the northeast. In the northeast of Msila. Okay. Number three. واش قال لك في نمبر 3؟ اي ماتش، راح تربط بين الكلمه والسينونيم تاعها. عندنا اولد قديم، لوكيتد تقع، هاي عالي، اميزين مدهش، تول طويل، وندرفول رائع، انشينت قديم، سيتويتد يقع. اول حاجه نروح نشوف، تخلص بالايدي، نربطها مع تاع الايدي دايركتلي. اوكي سو located معناتها situated. old كامل نعرفوها، حاجة old حاجة ancien، ancient. high عالي، tall طويل، amazing wonderful. اوكي راهم واضحين هنايا، اني حليتهم هنايا. is it clear؟ روحوا mastery of language. وش قال لك هنايا؟ mastery of language، correct the underlined mistakes، صحح لنا الخطأ اللي راهو في الكلمات اللي رانا مسطرين عليها. قال لك كتشاوا موسك is a famous landmarks، وراها الغلطة هنايا. قال لك كتشاوا موسك راهو مفرد، يعني ما نديروش landmarks، نحو الاس هي landmark واحدة فقط. it is situated، وش خاص في الكلمة هذه situated؟ It is situated، تقع. اوكي situated، زيدوا الدي مع الاخر. In Algiers، Algiers نديروا على خاطر هي مدينة مكان، نديروا capital letter الا ولا الاي، نحطوها capital letter. As older as، as older as، احنا كي قلنا نديروا as as لازم الادجكتيف نحطوها كيما راهي، ما نزيدو لها والو. as old as، اوكي نديرو لايك ذيس. كتشاوا موسك از اف، عطالك اه هنايا، يعني مفرد. a famous landmark، it is situated in Algiers، it is not as old as the قلعة of بني حماد. اوكي روحوا للتمرين اللي بعده ونشوف. turn the following sentences into passive form، راحين نديرو passive form. اوكي the Roman emperor Trajan founded the city of Timgad، هذا تراجان، هذا الامبراطور تراجان هو اللي اسس سيتي اوف تيمغاد. راح نديرو باسيف، يعني نبداو من الاخر. ذا سيتي اوف تيمغاد، الفعل تاعنا فوندد، رانا نرجعو هكذا، هذه ومن بعد هذه ومن بعد هذه. ذا سيتي اوف تيمغاد فوندد، سيتي تاع تيمغاد راهي جمع ولا مفرد؟ مادام راهي مفرد نديرو واز. ذا سيتي اوف تيمغاد واز فوندد by the Roman Emperor Trajan. Class تولي لك like this. The city of T، أنا دايرة الدرس تاعهم، اللي حب ماهوش فاهم الدرس تاع passive و active يرجع للدرس في الفيديو. The city of Timgad was founded by the Roman Emperor Trajan.
خلاص نروحوا الجملة اللي بعدها. عدنا مفدي زكريا روت the national anthem. نبدأ the national anthem راهو مفرد نديرو له was. was روت الباست بارتيسيبال تاع روت وشنو هو؟ written. هنا خليناها كيما راهي على خاطر تخلص بالايدي، غير نصيب الفعل تاع لا ما يخلصش بالايدي نروح نحوس على الباست بارتيسيبال تاعو، ولا كنت حافظو هذاك احسن شيء. الباست بارتيسيبال تاع رايت ولا روت هي written. written من طرف من؟ باي مفدي زكريا. اوكي the national anthem النشيد الوطني was written كتب من طرف مفدي زكريا by مفدي زكريا. اوكي many tourists عدة سواح visit هنا ما طاهولك شوف ما عادش اسكو راهو غلط اللي دار السوجي ولا دار لهم كي يكون هنايا في المهم الفعل تاعي هنا راهو في المضارع اوكي ماهوش في الباست نورمالمون نتوما تقراو الباسيف فويس غير في الباست برك. Many tourists visit the Martyrs Memorial. راحوا زاروا مقام الشهيد. نبدأ مقام الشهيد هنا مادام عدنا في المضارع نديرو to be في المضارع. Is visit ترجع visited by many tourists. أوكي ولو كان عطاها لك بالإيدي كان زاد لك هنا إيدي في visit تقول the Martyrs Memorial was visited by many tourists. ماذا ما تاكش الايدي تصرفها على الشكل التالي دير many Martyrs Memorial is the Martyrs Memorial is visited by many tourists. لو كان طالك الفعل visited هكذا في الجملة في السؤال دير was visited by صايم. روحوا task 3 وش يقول لك write the following words in the right column according to the diphthongs or diphthongs sounds. هنا طاونا ثلاثة 3 diphthongs sounds. هذا اللي دار لكم النص شوفوا راكم تشوفوا هذا تاع البرونونسيشن كامل اللي يعطيك التمرين تاع الاصوات في البيام يعطيكم كلمه قدامه باش تعرف تنطقها كيما هذا الشكل كيما اي كيما داي نايس كيما اي جو او اوكي روحوا نقراو ونصنفوهم في الجدول تاعنا نقولوا كوتش كوتش كيما داي كيما نايس ولا كيما جو كو جو نحطوها هنا فيمس في اي كيما داي ولا نا اي ولا او كيما داي اي فيمس ستون كيما اي ولا اي ولا او ستون هنا سايت كيما اي ولا اي ولا او كيما هنايا اي كيما نايس سايت اوكي جي فيموس هنايا جي سايت هنايا وجي كوتش وستون هنايا اوكي روحوا سيتويشن اوف انتجريشن وشنو سيتويشن اوف انتجريشن ما نحلها لكمش هنايا ندير لها فيديو واحد ديجا راني دايرت له هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا السيتويشن اوف انتجريشن اللي يهضر على على مقام الشهيد نقراوه برك نشرحه وتصيبوا الفيديو في تحت الفرض واش قال لك an italian friend wants to go about wants to know صديقك ايطالي حب يعرف know about the famous monument in Algeria ما هو أشهر monument في الجزائر okay use the fact file استعمل الفاكت فايل هذه below to write a short paragraph about the Martyrs yes memorial استعمل هذا الفاكت فايل باش تكتب لنا فقرة على مقام الشهيد okay وهذه تسيبوني دايرة ديجا فقرة عليها النيم تاعو النيم دائما نديرو is location نديرو is located in height نقولو it is ونكملو date of construction نقولو from November it is constructed on November منا architect بشير يلس it is made ولا it is
designed by وكمل الفعل هذا هو designed by other facts هنا يكتب الجملة تاعك عادي is opened etc etc اوكي. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش باللايك وخلونا تعليق، إلا ما عجبكم تخلونا تعليق، أعطونا الآراء تاعكم إلا عجبكم طريقة الشرح، إلا ما كاين تغيير حابين نغير في طريقة الشرح ولا أي شيء اكتبوها لي تحت الفيديو باش نفهموا. اللي جاو جدد معنا ما تنساوش ديروا سبسكرايب للشانل، ديروا أبوني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فرض واختبار آخر إن شاء الله.